عليك يا بابا، تبقى في العز ده كله وتسيبنا نطرد من بيتنا؟ الله يسامحك. ايه في ايه؟ متخديش حبيبتي، انا بس مش جاي لي نوم. ولا انا. تشربي كوباية لبن مع بابي؟ لا. طيب تشربي عصير؟ ممكن. حاضر. العصير يا هانم، ايه اللي نايمك كده؟ ابدا، لقيت بيتكم كبير قلت اخد راحتي تغيير. انت مش متعوده تنامي جنب ماما؟ اه، واحنا لوحدينا، لكن احنا دلوقتي في حمايتك، صح؟ صح يا دنيا، والله كبرت يا حبيبتي. هو حضرتك حاسس؟ لا. بنت بتحبي ماما يا دنيا؟ طبعا. وبابا مش بتحبيه اللي كان بيجيب لك اللعب ويفسحك كتير؟ كان يا ما كان. تصبح على خير. يا صباح الخير يا اللي معاه يا ايدي يا اللي معانا. صباح الفل، صباح البن. انا اداره متشكره. مسكتي ولا نفرت الباب في وشي؟ دي باين عليها حرامية. حرامية؟ ايوه. او يستغنوا عني. ايه تاني؟ ولا حاجة. الست هيام فين؟ نايمة. نوم العافية، قفشة صحية. دول باينهم جابوا شغالة من بلاد بره. تكنيلة في هبلك. لا ده الموضوع كبير قوي. همي يا جمال، بالهنا والشفا. يا غندوب كل يا حبيبي كل. حبيبك انت من امتى بتاكل من غيري؟ ها؟ عشان اكل كويس. سيبيه مش عارف يتكلم عشان بياكل. انت هتعدي عليه ولا ايه؟ كلت كل ده؟ امري. بالهنا والشفا. طبعا بالهنا والشفا. كل يا حبيبي كل كل كل. اكل دنيا بنتك. خدي خدي يا حبيبتي، خدي في بيت ابوكي، في بيت ابوكي. فاهمه يعني ايه؟ كلي كلي كلي. صب لك شاي. حاضر من عينيا. بالهنا والشفا. ها حبيبي حبيبي، انا ماشي بقى. عايزه حاجه؟ عايزه حاجه؟ انت هتسيبني معاهم هنا لوحدينا؟ مش هياكلوكي يا عينيا. سعاد وديعه ومستانسه، والبنت متربيه وزي السكر. كيف العزال انا من يومي. ايوه كيف العزال. من فضلك سيبي. لا 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 لا، انا طول ما انا قاعده هنا انا اللي هطبخ واوضب واعمل كل حاجه في البيت لغايه ما الاقي شقه ان شاء الله. قلت لك ما انتش عامله اي حاجه في البيت. انا هنا سبت البيت. انت لسه ما تعرفينيش. مالك يا طنط؟ انا مش حبيبه حد ومش طنط، وقولي من وشي انتوا ايه هتكملوني؟ يا اختي يا نخ، زعلانة من طنط. عاملة نفسها صغننة. الله يروح مامي. والله مالك تصدق اللي بيحصل ده؟ لا لا، اليومين دول تصدق أي حاجة يا قلبك. وسبتهم الاتنين مع بعض في سنة وما يتعودوا. ربنا يفرجها بس. طب افرض الفار اتأخر شوية. تفائل يا أخي، تفائل. تخليت الفار لعب في عب دلوقتي. استنى بقى لما اطمن عملوا ايه في البيت، قطعوا بعض ولا ايه؟ ألو؟ أيوة يا فندم. لأي بيت؟ بيت القللي؟ المشتري جاهز؟ والفلوس اللي احنا حددناها؟ احنا ما بنقبلش شيكات. لا تقول لي شيكات على صفار ولا على بياض. الفلوس على الترابيزة. خلاص يا فندم، بكرة إن شاء الله الساعة 7:30 صباحا هنكون في الموقع ونخلص. تمام تمام. مع السلامة يا فندم. لا أي خدمات، مع السلامة. هنبيع ونقبض فلوس. مش قلت لك تفائل يا أخي؟ ايه ده؟ ايه
ولا ايه؟ انت يا واد؟ ايوه. سمعت اللي انا سمعته وشفت اللي انا شفته؟ ايه يا بنت؟ انت يا واد رد. ايه ولد يا بنت؟ ايه ولد يا بنت؟ طب عليا النعمه اللي اتجوز عليك ضره زي سعيد بيه بالظبط. يعني سعيد بيه اتجوز على مراته؟ يا ما انت بتفهم اهو يا ولد. يا بنت ما انا فاكره انا اختر عبيط يا بنت. ايه؟ انا اختر عبيط؟ انا كنت فاكره كده. لا يا اختي ما تفتكريش كده خالص. طب اقول لا بتاع الخلق للخلق مالناش دعوه. ايوه احنا مالنا. بس بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ انا عايزك تعملي نفسك مش فاهم اي حاجه. ايوه صح. لو عبيطه زي ما انت كده. صح يا اخويا انت زي ما انت كده بالظبط. والله. ولا يا عاطة. ايوه. انت قلت ايه؟ أنا قبل الكلام ده قلت إيه الجملة؟ أبداً أتجوز واحدة صغيرة تدلعني عليكي. يا أخويا يليق لك. ده أنا أدارة يا ولا. أمال عملوا لك يا سيدي لك ليه؟ بسم الله الله أكبر.